مرض السكري عند الأطفال من الأمراض الأكثر انتشارا في الفترة الأخيرة، نحب إن احنا نلقي الضوء عليها خصوصا مع دخول المدارس. ويشرفني يكون معايا الدكتور الأستاذ الدكتور كمال كريم. أهلا بحضرتك. اهلا بيك استقال، يعني حضرتك غني عن التعريف، احنا ربنا عايزين يخليك. يعني ناخد استشارة حضرتك في المرض ونعرف ايه أسبابه ونتكلم عليه باستفاضة. تمام. هو طبعا ربنا كده يحمي الجميع. تمام. امين يا رب. مرض السكري اولا ما نقدرش نعلق عليه ونقول ده مرض، لان لو قلت ده مرض يعني معناه ان انا قللت من خطورته وقللت من اهميته. لا، تمام. هو عباره عن مجموعه امراض، او رئيس، زي ما بقول ببلدي كده في العياده، ده رئيس مجلس اداره شركه الامراض العالميه. يعني ما فيش حته في جسم الانسان مش هتتاثر بالسكر. تمام. كارتفاع سكر. لكن ايه هو بقى السكر ده؟ تمام. السكر ده عبارة عن خلل في التمثيل الغذائي بتاع الكربوهيدرات أو النشويات بواكي عام، ينتج عن حاجتين: يا إما سكر من النوع الأولاني اللي هو مفيش إنسولين خالص، تمام، وده بيبقى مرض مناعي، الجسم بيتغاب على نفسه أو الجسم بيهاجم نفسه، فبدل ما يتعرف على الخلايا بيتا سيلز اللي هي بتفرز الإنسولين من جزر لانجرهانز اللي موجودة في البنكرياس، بدل ما يتعرف معاها ويتعامل معاها على إنها جزء من الجسم وجزء أساسي في الجسم وليه وظيفة كويسة جدا جدا، لا، هو بيتعامل معاها على إنها جزء غريب وجزء غريب، ويبتدي يدمرها. دمرها، يبقى طلع لي كده الإنسولين بره القصة خالص، دمر خلايا بيتا سيلز، طلعني دخلني في حاجة اسمها سكر. يعني من عدم النوع افراز الاول، البنكرياس لماده الانسولين، صح؟ ما فيش خلاص. يبقى ده انسولين من النوع سكر من النوع الاولاني اللي بيصيب الاطفال في سن مقدمه بدري شويه. طيب، هو ممكن يظهر في سن بدري قوي، لكن ممكن يظهر في سن متاخر شويه، وممكن يظهر كمان في سن كبير. تمام. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا ابتدينا نتعامل معاها دلوقتي. يعني مش هقطع حضرتك، بس قبل ما اخرج من النقطه دي، سن كام ابتدي الاحظ اذا كان في هو سن كام؟ ده حلو قوي قوي. انت لو ابتديتي تتعرفي عليه من سن بدري قوي قوي، انت بتحمي طفلك من حاجات كتيره. لكن للاسف المرض ده في بدايه ظهوره او في بدايه اصابه الاطفال بيه، للاسف ممكن ما نتعرفش عليه خالص، خصوصا لو كانت الام والاب ما عندهمش فكره عن الموضوع، الا لما الاقي ابني وقع مني في الارض وعنده غيبوبه سكر. تبقى مشكله جدا. عشان كده لازم يبقى في توعيه في البيت، ولازم يبقى في توعيه في المدرسه. تمام. لكن لانه هو نوع اول ونوع تاني اللي حضرتك بتتكلم عليه، احنا دلوقتي في النوع الاولاني اللي هو الطفل بالزبط. خلاص ما فيش عنده خلايا بتفرز انسولين، فما فيش انسولين، فالطفل اللي بياكله بيتحول كله لسكر، السكر ما بيتحرقش في الدم او ما بيستفيدش منه الطفل. ليه؟ هو ايه دور الانسولين في الموضوع؟ احنا عندنا كلنا الاكل اتحول لسكر، السكر ده عشان يخش العضلات والانسجه عشان نبتدي نستفيد بيه كمصدر للطاقه، لازم وجود الانسولين اللي بيفتح الطرق او بيفتح المجالات لدخول السكر للعضلات والانسجه اللي هتستفيد بيه. الانسولين مش موجود، القنوات دي مقفوله. تمام. يبقى تمام. بالتالي مفيش سكر بيخش جوه العضلات وجوه الانسجه، بالتالي مفيش استخدامه للطاقه، يعلى في الدم. لما يعلى في الدم، يعلى في الدم بقيت مريض سكر، جالي حاجه اسمها هايبر جلايسيميا. تمام. سكري عالي في الدم. العلو بتاعه في الاول ممكن ما بيبقاش ملحوظ، على اساس لسه الجسم بيدافع عن نفسه وبيتحرك بتتنشط، اكلك كتير اكل قليل، فالموضوع مش حاسس بيه. تمام. لكن بعد فتره السكر بيعلى في الدم، خلاص بقى ستوب. تمام. يبقى بتبتدي الاعراض بتاعته تبان، اللي هي بتبقى لما نيجي نفسرها كده شويه حاجات لازم تبقى موجوده: نشفان ريق، دخول حمام بالليل اكتر من الطبيعي، ولازم نتك على حته بالليل دي لسبب. ايه المبرر اللي خليك تقومي تخش التويلت بالليل اكتر من مره او الحمام بالليل اكتر من مره؟ خصوصا لما تبقى حاجه مش مميزه. ابتدت العين يبقى فيه غشاوة على العين، أو زي ما بنقول ضباب في العين، أنا ما بشوفش كويس، تركيزي ما بقاش كويس، عندي حالة إعياء، عندي حالة نهجان باستمرار. الأم الشاطرة تبتدي تلاحظ إن ابنها بياكل أو ما بياكلش، يعني ممكن يكون بياكل كويس وزنه بيقل، أو الطفل عنده فقدان شهية ما بياكلش كويس، الطفل ده مش مركز، الطفل ده حركته قليلة. تمام. يبقى دي حاجات كلها. طب لو طفل اقل من 3 سنين هيبقى مش هعرف اركز قوي اذا كان في تبول بالليل كتير؟
تمام، عدد المرات او الحاجات دي. تمام، لكن بيتحرك ولا ما بيتحركش، ال 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 التركيز بتاعه كويس ولا لا، متجاوب معايا ولا لا، تمام، وزنه ماشي مع سنه مع اكله ولا لا. يبقى دي حاجات كلها لازم الام تاخد بالها منها وتبتدي تراعيها، تمام، دي مهمه جدا جدا. لانك انت لما تلاقي حاجه غير طبيعيه، خصوصا لو كان عندك اولاد كده قبل كده والدنيا ماشيه معاهم كويس، يبقى بالتالي هشوف في ابني حاجه مش مظبوطه هروح للدكتور، احسن ما اتفاجئ ان ابني في غيبوبه وابتدي اروح للدكتور، هتفرق كتير. هو في فرق بين السكر يبقى عالي او واطي؟ طبعا، والاثنين برضو من الدرجه الاولى اللي حضرتك بتقول عليها. تمام، هيحصل ايه؟ لا، هو غالبا السكر من الدرجه الاولى اللي هو مش متشخص، الطفل ده هيجي لي بسكر عالي لانه ما عندوش الانسولين، ما عندوش اللي بيحرق السكر، يبقى بالتالي هيجي لي بسكر عالي. بس هيجي لي بسكر عالي ولا هيجي لي بسكر عالي ومعاه غيبوبه كيتونيه اللي هو دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، اللي هو ابتدى الجسم، ما هو الجسم لازم عايز سكر. يعني تخيلي انت عندك سكر في جسمك كتير بس مش مستفيده بيه، دي مهمه. يبقى ابتدي الجسم عايز مصدر تاني للطاقه، يبتدي يحرق من الدهون اللي عندك، يبتدي يطلع اسيتون. المخ ما يقدرش يستوعب عدم وجود سكر او جلوكوز، لان هو ده المصدر الاساسي للطاقه للمخ، هو الجلوكوز، اكتر من ربع ساعه. لو جاي له من مصدر تاني مش هيقدر يستحمله. فالجسم بيقدر او بيحاول بقدر الامكان، عشان كده لازم نقول في الحته دي سبحان الله، يحافظ على اكتر واكبر قدر ممكن من الجلوكوز اللي يقدر يوصله لخلايا المخ، عشان يفضل المخ في حاله نشطه وفي حاله شغاله. اول ما يحصل الدروب ده او النقص ده يحصل ويبتدي يعتمد على وجود الاسيتون، يبتدي يحصل الغيبوبه الكيتو. في عوامل تانية غير الغيبوبة، يعني في ظواهر تانية بتظهر قدامي غير الغيبوبة؟ تمام، احنا اتفقنا، تبول كتير، عطش كتير، فقدان للوزن. لأني قصدي يعني اختلاف تشخيص أو خطأ في التشخيص، مثلا يجي له مغص، يجي له مثلا يقول لك حاجة مثلا. تمام، حلو قوي السؤال ده. ممكن يجي لي بصورتين، يا عنده إمساك غير مبرر، لا عنده إسهال غير مبرر. لأن السكر هنا هيبتدي يأثر على الجهاز العصبي بتاع الجهاز الهضمي، يبقى يعمل له امساك يا يعمل له اسهال حسب الدرجه بتاعه الاصابه. تمام، انتفاخ في البطن، تمام، البطن تبقى منتفخه، تلوين في الجلد، يبتدي الجلد بتاع الطفل يبقى ملون، ظهور خط اسود او خط ملون على منطقه الرقبه من ورا، اللي هم بيسموها كلف دي، بيقول لك تمام كلف. في ناس بتحضر لها كده، ممكن تتعاملي معاها الام لو مش واخده بالها او الدكتور مش واخد يتعامل معاها، لان دي قله نظافه بالظبط، او موجوده عند الاباطين. يبقى دي حاجات اسمها نيكريكانس اكينوسيس. تمام، دي مهمه جدا، علامه من الحاجات تشوفها. طفل سمين قوي، تمام، او الطفل نحيف قوي، عكس بعض. تمام، ليه عكس بعض؟ لان الانسولين ده هرمون بنائي بيبني، فلما ناخده المفروض الوزن يزيد. تمام، يبقى دي حاجه من العلامات اللي لازم اشوفها. طيب حاجه تانية، بس دي بقى نظره الدكتور او نظره الام، الطفل ده لما اتولد وزنه قد ايه؟ هل وزنه طبيعي ولا كان زياده وزن؟ الاب والام عندهم سكر من سن قد ايه؟ بمعنى لما يبقى الاب والام جالهم سكر في سن بدري قوي تحت الاربعينات، فرصة حدوث سكر للأطفال 1 من كل 7. لما السن في الأم والأب يظهر سكر عندهم فوق الخمسينات أو من الخمسينات فيما فوق، النسبة من 1 ل 13، يبقى ده برضو عامل مهم. لما يظهر السكر في سن بدري عند الأب والأم، نسبة حدوث السكر عند الأطفال تزيد. تمام، دي مهمة جدا. تاريخ وراثي في الأسرة، تمام، السمنة، قلة الحركة، نوعية وطريقة الأكل اللي بياكلوها الأطفال. ليه الاطفال دلوقتي ننقل بقى على النوع الثاني اللي بيبتدي يظهر في الاطفال؟ تمام، انت النهارده النوع الثاني ده ال 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 التفسير الطبي والعلمي بتاعه ايه؟ حاجتين اساسيتين. تمام، يا اما نقص في افراز الانسولين، البنكرياس ما بيطلعش انسولين كفايه، او البنكرياس بيطلع انسولين كفايه لكن الجسم ما بيتعرفش عليه او بيطلع ممنع ليه. يبقى عندك انسولين في الدم كفايه ولكن جسمك مش مستفيد بيه. وده اسبابه ايه بقى؟ بتبقى اسبابه واضحه اللي هي بنسميه انسولين ريزيستنس او ممنعه الانسولين. زي بالظبط كده حضرتك، احنا الاثنين قاعدين على كرسي، على كرسيين، لو جه ضيف دلوقتي هيخش فين؟ مش هيقعد. تمام، هو بالظبط كده. اكتر سبب لممنعه الانسولين السمنه.
والسمنه اللي موجوده على منطقه الوسط اللي هي الويست سيركمفرنس او الموجود في البطن، او السمنه اللي بتبقى موجود ترسيب كميات الدهون بنسبه كبيره اللي بتبقى موجوده حوالين الاحشاء الداخليه او الاعضاء الداخليه، دي بتخلي نسبه الممانعه للانسولين اكتر. قله الحركه، الجيل بتاعنا والجيل اللي موجود دلوقتي، الجيل بتاعنا كان معتمد في كل لعبه على الحركه، على الجري، على التنطيط، على العجل، على الكوره. النهارده 24 ساعه في ال 24 ساعه الطفل يا ماسك ريموت كنترول، الاكل نظام الاكل على جنة، كان ايه الاكل المتاح لينا ناكله بره؟ النهارده انت كل حاجتك ممكن تاكليها بره. وللاسف الشديد معظم الفاست فودز كلها نسبة الضرر فيها أكتر بنسبة كبيرة جدا 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 من نسبة الفايدة فيها. كل دي عوامل مهمة. تمام. تاريخ المرضي في الأسرة زي ما قلنا، الرضاعة، الطفل اللي بيرضع من أمه على الأقل 4 شهور بيبقى أقل عرضة من باقي الأطفال اللي يجيلهم سكر أو يجيلهم سمنة في سن صغير. دي من الحاجات المهمة جدا. تمام. يبقى الرياضة، أكل، تغذية، النوم. تمام. النهارده الشعب المصري التوقيتات بتاعت النوم بتاعته اتغيرت، اتقلبت. دي هي سبحان الله، انت عندك هرمونات بتطلع اثناء ما بين الساعه 2 للساعه 4 زي هرمون الكورتيزون وهرمون الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو، دول الى حد ما بيضدوا عمل الانسولين. تمام. عشان كده يجي لك راجل او ست او طفل اللي ده منظمين اكلنا كويس او بناخد العلاج ومع هذا السكر ما بينزلش كويس، ارجع لحاجه زي كده، ده برضو من الحاجات مصبوط اللي بتزود ممانعه الانسولين. تمام. طب لما انا ام بقى يجي لي اعرف ان عندي طفل عنده سكر، تمام، بتبقى في الاول صدمه شويه، تمام، فعايزين نطمنهم يعني نقول لهم هل ده مرض متعايش معايا، ممكن اتعايش معاه الحق لفترات طويله، ولا ممكن يروح، ولا ما بقاش ليه مجال ان هو ما يبقاش موجود؟ تمام. عايزين نتفق اتفاقين، في مرضين جم خلاص، هم جم، مش هنخف منهم. اتكلمنا على واحد قبل كده السكر والضغط. ايوه. مش هننساهم. ولكن هناك فرق بين ان اقدر ان هو يروح، لا مش هيروح، ولكن اقدر اتعايش بيه ويبقى كنترول، يعني انا متحكم فيه. طبعا وارد جدا جدا. وعلى فكره في نقطه مهمه جدا، في ناس كتير ماشيين عندهم سكر وماشيين بدون ادويه، ولكن ماشيين على نظام غذائي اللي بيضمن له حياة صحية وعدم ارتفاع في نسبة سكر. هو ده موجود؟ موجود. تمام. وممكن تبتدي بعلاج وممكن اسحب لك العلاج. انا في الاول وفي الاخر عايز منك ايه؟ عايز الارقام بتاعتك صايم فاطر تراكمي تبقى ارقام مظبوطة كنترولد. ممكن تيجي بالستايل لايف اللي هي اسلوب الحياة، نوع من الأدوية، نوع تاني من ادويه، نوع تالت من ادويه، وممكن اوصل بعد كده للانسولين. مريض السكر لما بيتواجد في البيت خصوصا لو كان طفل، ستايل اللايف بتاع الحياه بتاع العيله كلها الأسرة بيتغير، الاسره. تمام. كلها. تمام. بيبتدوا ياكلوا الاكل الصحي، في ناس بتبقى الموضوع بالنسبه لهم بفايده الاكل. تمام. الصحي، بيتنظموا النوم، الرياضه، الحاجات دي. تمام. مين اللي بيحط لهم الاكل؟ يعني مثلا انا دلوقتي نسبه معينه لازم ياكلها في وقت. تمام. معين. هل مضطر ان هو يتابع مع دكتور على طول؟ تمام. نقطة في منتهى الأهمية اللي حضرتك قلتيها. أول حاجة لازم نظام البيت يتغير. ليه نظام البيت يتغير؟ أنا دلوقتي عندي طفل، والطفل اللي بيجي له سكر من النوع الأولاني أو النوع الثاني، من الحاجات المهمة جدا جدا التحكم في النظام الغذائي. وعند طفل هتحكم فيه إزاي؟ أول حاجة، هل هيعقل إن الأب يكون قاعد بيشرب سجاير أو بياكل شوكولاتة أو بياكل بونبوني أو بياكل طبق مكرونة كبير وابني يقول له لا؟ أكيد. ما ينفعش. تمام. يبقى اسلوب الحياه بتاع الاسره لازم كله يتغير. دي مهمه جدا. اغير من نوعيات الاكل اللي باكلها، بدل ما بدي الطفل، لان انا برضو عايز اديله كربوهيدرات غذاء متوازن بحيث برضو ده طالع في دور النمو. تمام. يبقى بديله انواع الانماط بتاعه الاكل تتغير بحيث اديله الاكل الصحي وفي نفس الوقت ما منعهوش عن الاكل اللي بياكله اصحابه. بدل ما هديله مقليات ومحمرات، لا هديله مشويات. بدل ما هحرمه تماما من المياه الغازيه، هديله واخف ضررا. مش معنى كده ان انا موافق، ولكن عشان انقله النقله اللي بيها الطفل ما يحسش ان هو زي ما كنت حضرتك بتتكلموا قبل كده على التنمر. تمام. ده مهمه جدا. يبقى بدل ما احرمه من حاجه، لا هديها له في صوره تانية. بدل ما هديله عصاير معلبه، لا انا هعملها له في البيت.
ابتدي اكلمه، ابتدي اصاحبه، ابتدي اغير له من الانماط الغذائيه بتاعته. لازم الطفل يتحرك. السكر علاجه الاساسي هو، في ناس تمنع الرياضه تماما اول ما بيعرفوا حاجه زي كده. لا مش تمنع الرياضه، هي تبتدي تعمل تغيير لانماط الرياضه. تمام، لان انا خصوصا الطفل اللي من النوع الاولاني اللي بياخد انسولين، تمام، ده عرضه لو انا عملت له رياضه عنيفه زيه زي الاطفال العاديين من غير نظام غذائي مظبوط ومن غير متابعه طبيه مظبوطه انا هفقده. تمام، ده مهم جدا. يبقى لازم في الحاله دي لازم اخلي بالي منه قوي قوي قوي. يبقى نظام غذائي هيبقى عن طريق الام، عن طريق طبيب الاطفال اللي هو مختص بالسكر، وممكن كمان في الحاله دي استعين بدكتور تغذيه. ده بيبقى مهم قوي قوي قوي. يبقى الثلاثه دول ممكن يوصلوا الطفل بتاعي انه يتعالج صح ويتقي شر مرض مؤثر على كل حته في جسم الانسان من شعر راسه لضافر رجليه. ودي مشكله. المشكله في ايه كمان؟ انت ده كرونيك ديزيز. يعني ايه كرونيك ديزيز؟ يعني مرض مزمن معايا طول العمر. وكل ما الفترة الطبية أو الفترة العمرية ما بتزيد عند الأطفال، طبعا دول أطفال فجيلهم في سن صغير وسن السكر بيزهق، بيجي له فترة يقول لك لا مش هكمل، هزهق، بيغير النمط بتاعه. ما تمام زي الفل. احنا دلوقتي بنتكلم على الطفل اللي عنده سكر من النوع الثاني، هيزهق أو هيمل أو هيبوظ النظام الغذائي بتاعه أو النظام العلاجي بتاعه. هل معنى كده ان المرض كمان هيزهق ويسيبه؟ لا بالعكس، ده انت هتبقي عرضه لكل انواع المشاكل او المضاعفات اللي بتنتج عن السكر. هي ايه مضاعفات السكر؟ كنا زمان بنقول ان مضاعفات السكر بتاثر على كل حاجه في الجسم، وحاجات بدري وحاجات متاخره شويه، او ماكرو ومايكرو. المايكرو اكترها اكتر ثلاث حاجات: اعتلال في العين، اعتلال في الاعصاب، اعتلال في الكلى. النهارده دخل عامل مهم جدا جدا جدا، دخل بقى رباعي دلوقتي. المشاكل اللي بتحصل في الشرايين وتاثيرها على عضله القلب. تمام، فانت دلوقتي لما يجيلك في سن صغير احترمت السكر واحترمت صحتك ممكن تعدي فتره طويله جدا 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 من غير مضاعفات. طب ما احترمتهوش، تبقي عرضه لكل انواع المشاكل الصحيه وفي سن صغير. النهارده حضرتك نقدر نشوف دلوقتي اطفال عندهم مشاكل كلى، مشاكل عين، مشاكل قلب في سن صغير. الحاجات اللي كنا بنشوفها في الاعمار المتوسطه والاربعينات وفيما بعد هذا، دلوقتي بنشوفها في اعمار صغيره. نتيجه ايه؟ كل اللي احنا بنقوله. يبقى لازم تتعايشي معاه، ومش اقول بقى اللفظ الدارج اصاحبه، لا انا هعدي. ليه؟ الصاحب اكيد اكيد اي اتنين صحاب هيبقى فيهم الجزء الكويس والجزء الوحش. السكر فيه ايه الجزء الكويس؟ مفيش. يبقى هو عدو. عدو يعني لازم اكون مفتح له عيني كويس قوي قوي، لان هو هيشوف نقطه الضعف اللي عندي ايه وهيخش لي منها. ودايما المضاعف، دايما اقول للعيان التزم بمزاجك لانك هتلتزم غصب عنك، والغصب ده دايما بتبقى نتائجه مش كويسه. الاطفال الصغيرين صعب اقنعهم بحاجه زي كده مع نزول المدرسه. ايه دور المدرسه؟ يعني انا مثلا في امهات برضو كتير يقولوا لحضرتك إيه، انا لا مش هقول لهم ان هو عنده سكر، كانها حاجه يعني وصمه يعني. تمام، فانا مش هبلغ المدرسه. تمام، فانا عايزين نوعيهم من خلال حضرتك. لا انت لازم تقول للمدرسه، ولازم تقول لهم ازاي كيفيه العلاج معاهم وازاي متابعه، لان بالتالي في ناس منهم بيبقوا محتاجين حاجات جرعات او كده في خلال اليوم الدراسي. مهم جدا جدا اللي حضرتك قلتيه ده، لسبب هو انا هنكر ان ابني عنده سكر؟ ما هو عنده اوريدي. ده بالعكس، ده انا المفروض هعمل له كارت صغير كده اكتب فيه الاسم، السن، الوزن، تاريخ الميلاد، نوع السكر بتاعه، نوع الادويه اللي بياخدها الطفل اذا كان بياخد انسولين ومعادها. تمام، بحيث ان الطفل ده لا قدر الله قاعد في الفصل ابتدى، لان من حكمه ربنا علينا ودي حاجه جميله جدا، اعراض نقص الـ 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 السكر في الدم. تمام، ليه اعراض حلوه جدا، تدي عرق، يبتدي هزل، يبتدي ضربات القلب. مش سريع. مره واحده يعني، مش مره واحده. لو انا قدرت في اللحظه دي اعمل له تشكه كده بسيطه واقيس السكر، عرفت ان الطفل بتاعي ده جاي له، جاي دلوقتي في حاله سكر واطي، هقدر احميه. لو العكس، طفل جاي عنده سكر عالي، هيبتدي الطفل ده برضه بيتعصب، بيتوتر، قلقان، عرقان، تمام، ضربات قلبه سريعه، ابتدى حاله اعياء تبقى موجوده، واقدر اعمل له تشيك زي ده واديله جرعه انسولين. انا بحمي الطفل انه يخش مني في غيبوبه سكر واطي او سكر عالي، او زي ما احنا قلنا
سكر الكيتون لارتفاع نسبة الكيتون. لا، لازم المدرسة تبقى عارفة، لازم الطفل ده يبقى معاه ما يثبت ان هو مريض سكر. ده بيتعلق له كمان، المفروض بيتعلق له زي كارت، بيتعلق له على بادج، بيتعلق له على صدره او يتحط في شنطته، بحيث هنفترض ان هو في الباص وحصلت له غيبوبه. الدكتوره الخاصه بتاعته المفروض هي اللي بتبتدي، او الدكتور المفروض هو اللي بيبتدي يعلمه ازاي يعمل الحاجات دي في خلال اليوم الدراسي، مش كده؟ انا مش هقدر ادي المعلومات دي لطفل، لكن هقدر اديها للام واقدر افهم المدرسه، خصوصا لو كان في مشرف صحي في المدرسه او دكتور في المدرسه يقدر يتعامل مع الطفل ازاي. يبقى النظر حضرتك الجمله اللي قلتيها ان الام هتنكر او ترفض انها تقول عشان ما تقللش من ابنها، لا، افرض انا دلوقتي في حصه العاب وهلعب العاب صعبه، تمام، ما الطفل ده هعامله ازاي؟ يبقى لازم هنا كمدرس او كحد في المدرسه يبقى فاهم ان انا بتعامل مع مريض طفل عنده سكر، نوعيه الاكل اللي الطفل هياخده، اللانش بوكس، يعني لما اكتر له فيها الخضروات واقلل الكربوهيدرات على قد ما اقدر، دي هتبقى الفكره بتاعت الدكتور مع فكره الدكتور بتاع التغذيه. ويا سلام بقى لما يبقى الدكتور بتاع الاطفال بتاع السكر برضه هو عنده علاقه كويسه بالتغذيه، هتبقى مفيده جدا جدا. نوعيات الاكل لازم اغيرها له، طفل بيحب شوكولاته بدل ما اديها له اللي هي العاديه، لا، اجيبها له الدارك، اجيبها له الشوكه السكر اللي هي خاليه السكر، تمام، هتفرق كتير، عشان برضه ما اخليش الطفل دايما، لان ده طفل بيلاقي زميله بياكل، اشمعنى انا ما باكلش؟ ده برضه هتقلل من كفاءة الطفل وهتقلل تخلي السكر عنده يبقى تاني فيه مشكلة. يعني ويا ريت يكون اتحسنت شوية. الحقن والحاجات اللي طول النهار اللي هو بياخدوا حقن بياخدوا حقن، فبيبقى المنظر يعني بيضايق شوية قلب الأمهات. تمام، في حاجات أي تطور حصل جديد؟ يعني في مثلا حاجة غير موضوع الحقن ده؟ أنا شايفة الإيلامة مثلا، في بعض الناس بشوفهم حوالينا معاهم إيلامة. لا، هو طبعا الموضوع اتغير بصفه كبيره جدا جدا جدا، واللي جاي كمان احسن. يعني في دلوقتي انواع انسولين، بدل ما بشك نفسي كل يوم، لا، بقى في تشك كل اسبوع، تمام، بدل ما بيات طفل بتشك 4-5 مرات في اليوم، بتبقى مره او مرتين في اليوم. بس كل ده هيرجع على ايه؟ على ايه؟ هو تاني الفكره هي مثلث، المثلث ده اكل وشرب اسلوب حياه علاج. ما ينفعش اخل بطرف المثلث ده. يبقى كل ما انت محافظه على المثلث ده مظبوط، اسلوب حياتك، لازم الطفل يبتدي يتحرك، يبتدي يمشي، لازم اراقبه، لازم اخلي بالي منه، تمام، نظام الاكل والشرب، لازم اشوف احتياجاته الخاصه بسنه مع نظرتي انه عنده سكر، يبقى لازم اغير له من انماط الاكل بتاعته، انماط الشرب بتاعه، لان برضه دايما انا بتك على حته الشرب لسبب. معظم الناس كبار او صغيرين يبقى فعلا فعلا ملتزم بنظام الاكل فعلا، ولكن هو مش في حسباناته كوبايه العصير، معلقتين المربى. العصير فريش ولا اللي هو بيبقى جاهز؟ هو الاثنين، الفريش طبعا يعني اخف ضررا، تمام، من غير ما استخدم سكر، لكن كل العصاير اللي موجوده في السوق حتى اللي بيتقال عليها بيور هي فيها نسبه سكريات. لان في حاجه اسمها معامل السكر او الجلايسيميك اندكس بيختلف من حاجه لحاجه، فانا برضو اختياراتي لانواع العصير، تمام؟ يبقى لازم انا كاب وكام ابقى مهيئ ان انا اتعامل مع طفل عنده سكر عشان اقدر اخليه يتعامل معاه كويس قوي، وازاي اوصل ابني لاكبر قدر ممكن ان يبقى كنترول باقل كميه ادويه باقل كميه علاج عشان اوصله اكبر قدر ممكن من الخطوره. يا رب نكون معلومات حضرتك وصلت لاولياء الامور، ونكون ان شاء الله سنه سعيده عليهم وبصحه كويسه. متشكرين لحضور حضرتك معانا، وان شاء الله لنا لقاءات تانية، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.